السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي القناة من آخر الخلاصة لو أول مرة تزورنا في القناة لا تشترك في القناة وتضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك وسبسكرايب اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى الكرام معكم محمد نور الدين موعد مباراة النادي الصفاقسي أمام الترجي الرياضي التونسي في الجولة الخامسة من الدوري التونسي أو مش الجولة الخامسة هي الجولة الثامنة ولكن في خطأ في الموقع الجولة الثامنة من الدوري التونسي متابعينا الكرام مباراة الصفاقيس أمام الترجي هتتلعب تقريبا كمان ساعة أقل من ساعة كمان المباراة ميعادها اليوم الأربعاء 13 يناير 2021 الساعة 3 عصرا أو مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا الساعة 2 ظهرا أو مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب 2 ظهرا بتوقيت تونس الساعة 4 عصرا أو مساء بتوقيت جرينتش عذرا 4 عصرا أو مساء بتوقيت مكة المكرمة والسعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والساعه 5 مساء بتوقيت الامارات وعمان والساعه 1 ظهرا او مساء بتوقيت جرنيتش وموريتانيا. المباراه ستلعب على ملعب الطيب المهيري طبعا في الدوري التونسي او الرابطه التونسيه المحترفه الاولى. القنوات الناقله قناه الكاس الثانيه اتش دي او الكاس 2 اتش دي والمعلق هيكل الصغير وكذلك قناه تونس الوطنيه الاولى او تلفزيون نوان 1 ومعلق المباراه حافظ بن عامر. متابعينا الكرام كان معكم محمد دور الدين من قناه من اخر الخلاصه. اشترك في القناه فعل زر الجرس اعمل لايك للفيديو نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته